العملية المرة دي مش زي أي عملية. كل اللي عملناه في حياتنا كوم، والعملية دي كوم تاني خالص. أنا معاك حتى لو على رقبتي. آخر مرة، بعدها هنبطل. قوم يا أسد، في ماتش ملاكمة كبير قوي هيتلعب في نص مليون. السعودية يعني بنلعب بره أرضنا. العملية دي واسعة علينا. محتاجين معانا حد رابع. طب ما أكلم الشيخ. ألف عنا. ده يعمل لنا هنا مصايب، أنت مجنون وأنت عارف. مين قال بقى إن العملية دي عايزة ناس عاقلين؟ هنعمل إيه بقى؟ انتوا جايين تعلموا علينا في منطقتنا؟ ده احنا اولاد رزق.